انا شوفير سيارتك في الموتى، ان شاء الله كل تابوت بحطوا لي اياه بالسياره، بدي اقعد احبش فيه. ونحن كمان يا سيدي ما لنا علاقه باللي موجود بالتابوت، الله وكيلك كنا طالعين على الطريق ومعنا جسد المرحوم، الله يرحمه، ابصر شو عملوا يمكن بدلوها يا سيدي. مزبوط سيدي كلام اخي مزبوط سيدي، هذا الزلمه تسلط علينا بنص الطريق، قال طالعوني معكم، والله قرعت ابوه منين ما بنعرفه، طالعنا يا سيدي قلبنا طيب، طالعنا واخذوا ابي سيدي وحطوا بالتابوت حشيش حشيش. انتوا حتلبسوا هذا انا لا ده انا وديكم في داهيه كلكم انا عايز ابو حسين حضرة الضابط انا دبلوماسي السابق حضرتك وين كنت تشتغل دبلوماسي نعم سمعت السؤال في تل ابيب اسرائيل يا اهلين بشرف لقيتك مش هتعدي اخر إجا الوقت اللي رح تدفع فيه ثمن العمالة والخيانة يا حضرة الضابط أنا مالي خبر ها؟ علي الحلال لو بعرف إنه هو عميل لإسرائيل ما خليته يحط رجله بالسيارة أخ يا عديم الوطنية يا خاين يا عيب الشوم حضرة الضابط الشغلة مو حشيش وحشيش القصة أكبر بكتير هي جاسوسية هي اختراق للأمة العربية عن طريق هيك شكلات يا سيدي اللي تشوف كيف كنت عم تتجول بالطرقات؟ مين اللي ساعدك؟ لك شو يا سيدي مين اللي ساعده؟ سيدي هذا الزلمة بساعد بلد بحالة سيدي هذا الزلمة خطير جداً جداً سيدي عميل كبير سيدي مخترق هالأمة كلها يا سيدي عنده شبكة كبيرة أكبر ما بتتصور بكتير يا سيدي ديروا بالكم منه سيدي ديروا بالكم عملتوها قناة الجزيرة بتوع الحشيش أنا عايز أكلم أبو حسين فوراً فوراً وإنت بس ما تقول كلمة عادلة يا أخي أنا مش لسه كنا زي السمنة على العسل اسمع يا عميل يا خاين ها بعمري بحياتي معاك حط وشي بوشك ولا لساني خاطب لسانك ولولا تكون ايدي هيك مكلبشه ولكن تشلختك تشبيخ 500 اسره عربيه ستحتفل غدا بعيدين عيد الفطر المبارك وعيد اخر هو عوده المعتقلين الذين كانوا محتجزين بالسجون الاسرائيليه بعد ان قام حزب الله باسر 8 جنود اسرائيليين تسللوا عبر الحدود اللبنانيه وستتم عمليه الاستبدال في صباح الغد هن والله يا سيدي هن وهذا الرجال واقف قدام منا لك هن مين؟ هن الأسرى الإسرائيليين اللي كمشوا حزب الله أكيد هربوا الله ينور عليك بسام سلموني لأبو حسين أنا خائن وعميل وابني كلب بس الحشيش ده برضو مش بتاعي شي غريب الفجر عم بشقشق وما في اي خبر عن نجي بيك ليكون اللي ركب معاهم عملوا فيه حاجه ابو عبد الله انت مش قلت ان الطريق امان ما في طريق بالدنيا فيها امان يا ابراهيم خصوصا على الحدود اذا كانت بلادنا نفسها ما فيها امان كيف بالاحرى على الحدود الله. بس هم يعملوا فيه ايه يلا ما بيعرفوش ان احنا معنا فلوس يا نهار اسود ليكونوا خطفونا وين يطلبوا فديه عشان يفرجوا عنه عشان يعملوا هيك لازم يعرفوا انه معكم مصاري انا باكد لك انه ما حدا معه خبر بهالمعلومه يا اخ زاهر جايز تكون العربيه عطلت على السكه زي اي عربيه بتعطل ما لما بتنحس بتنحس يا شباب انا عرفت وين ناجي بك عطله صار في سوء تفاهم وان شاء الله بينحل قريبا طب ايه اللي اخره يا ابو حسين هو في حاجه الناس يلي راكب معهم طلعوا تجار مخدرات معهم 100 كيلو حشيشه 100 كيلو حشيش استغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب عظيم حشيش ومخدرات في رمضان ده رمضان لسه ما خلصش هي الناس دي ايه ما فيش في قلوبهم ذره ايمان واحده الله جرايا شيخ حسن ما تحبكهاش كده كل سنه وانت طيب وبعدين ناجي باشا ده لا مؤاخذه راجل مرسى بيقول لك حشيش يعني بيكعبل في الخير كده لا مؤاخذه طول ما هو ماشي انا رايح على المركز انتوا صلحوا العجلات والحقونا خليك معهم يا ابو عبد الله Thank you.
أنا آسف يا نجيب، اللي ما بيعرفك بديش أعرف، كان لازم أبو حسان يوضح لي الصورة. أرجوك ما تواخذني. أنت راجل بتأدي واجبك يا حضرة الضابط، بالعكس أنا سعيد بمعرفتك وآسف إني أزعجتك. طيب بس منشان تثبت لي إنك منك زعلان مني لازم تشرب معي كاسة شاي وتاكل كعك العيد. كل سنة وأنت طيب. وأنت طيب. بس ها؟ شو إيه؟ شو مش ها؟ طلعونا لبرا وهذا الرجال اللي إجا وأخذوا لناجي عطلة؟ لك شبك ناصير شبك، هلا بكون عم ياكل بدل مرتب، معلق من رجلي ويا شهدة ويا سعدة، وهون بيوجعك وهون ما بيوجعك، وعلى أخ وعلى إيه وعلى أخ. ايه سيدي يمنا منه شو بدنا فيه هلا نحن شو مشاننا يعني شو راح يساوي فينا سلمان؟ الدولة ممكن تسامح بكل شيء الا الخيانة العظمى، وهذا الصهيوني اللعين صيد سمين، ولا تنسوا انه نحن اللي اسرناه، يعني الجماعة مو بس يمكن يسامحونا يمكن يعملوا لنا مكافأة مرتبة. يعطيك العافية معلم. اهلا. لمين هذا الشاي فوتو؟ لحضرة الضابط والإمام. قصدك هذا الزلمة اللي دخل عنده هلا. طيب هاي الكاسة الثالثة لمين؟ ما بعرف، هني طلبوا ثلاثة وأنا حفوتهم ثلاثة. شو هالحكي هذا؟ معقولة طلب كاسين شاي هذا الزلمة إجا لعنده؟ أو بجوز طلب كاسة شاي كبيرة قام جابوا له تنتين صغار. أهم شيء حدا الضابط أنه ما حدا ياخذ خبر من الموضوع قبل ما نستلم أسرانا ونسلمهم أسراهم. إذا حدا أخذ خبر مشكلة كبير، الأخ ناجي والشباب لازم يغادروا لبنان فوراً. طب والجماعة اللي أنا جيت معاهم دول حتقولوا لهم إيه؟ لا حنقول ولا حنعيد، هن الكمشوا بقضية ولازم نسلمهم تيتحكموا، رح يبقوا هون وبكرة الصبح بنعرضهم على النيابة العامة. أمال فين الكحك يا عم؟ معلم نعم يستر على عرضك قرب نشوف مات لطيف. شو هالكعكات هدول لمين هدول الكعكات؟ لحضرة الضابط والليمون. لثلاثة؟ لك ايه لثلاثة. طب سؤال الرجال اللي كان معنا بالسيارة وكمشتوه وحطيتوا له الكلبشات بايديه شو سويتوا فيه؟ ايه ما هيدا هو اللي طالبين له الشاي والكعك. شاي يا ولاد سلموا على الباشا. خش خش. نجيب لكم حاجة ساعة يعني؟ لا أخي ما بدنا منك شيء، الخير بده يجي منك بالناقص منه. طب مناقيش اجيب لكم مناقيش. لك مو هدول الاسرى اللي جابوا حزب الله؟ ايه. شو اتفقوا بس يا دي؟ على شو ما يتفقوا اكيد حزب الله جايبينهم مشان يحقوا معهم ويورجوهم العين الحمراء ويخوفوهم ويبثوا رعب بقلبهم بهالتجربه الرهيبه اللي مروا فيها. هدول عم يضحكوا. شو قصه؟ عرفتوا شلون ضاعت قضيتنا؟ هدول بيعرفوا شلون يخترقونا، بيعرفوا شلون يعطونا بالكلام، نحن ما منتشاطر غير على بعضنا. أنا من وقت ما قال مزراحي وأنا الفار بلش يلعب بي.